أسلمكم الله. هذه مرسلة رمزت لاسمها بالحروف جيم عين من شقراء، تقول في سؤالها الأول: أنا فتاة أريد حفظ كتاب الله، فكيف تكون الطريقة المثلى لحفظه؟ هذا يختلف باختلاف الناس. طريقة المثلى أن تنتهزي الوقت المناسب للحفظ، وأن تكرري الآيات أو السور التي تحفظينها حتى تستقر في الحافظة والذاكرة، تكثري من التكرار حتى تثبت الآية أو السورة في الحافظة. هذا من 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 أعظم وسائل الحفظ بالقرآن الكريم، يعني اختيار الوقت المناسب وتكرار الآية أو السورة حتى تستقر في الذاكرة. نعم.